الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، تجدد بنا اللقاء في هذه الفترة الصباحية المميزة التي تحمل لنا طلقات سن الحيل والزمول، والثمانية كيلو مترات هي الحاضرة والمحددة مساري هذه الانطلاقات الصباحية المميزة. مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا التاسع الحامل في طياته انطلاقات الحيل، وهذه الشعارات المميزة الحاضرة في هذا المسار المميز والجميل. نسير مع هذه الأسماء والشعارات المنطلقة في هذا الانطلاق المميز والجميل الحاضرة بتحدياتها الرائعة في هذا المسار، مباشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط وأول الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. البداية مع انتفاضة خليفة بن حمد بن خليفة العطية، شعار الجريان من يقدم لنا انطلاقة. هناك انتفاضة مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني قدوم ووصول من الشاهينية، راشد بن حمد بن جار الله المري من يقدم لنا الشاهينية مع المركز الثاني في هذا الانطلاق المميز والجميل. المركز الثالث يتقدم الشعار البرشلوني، يقدم لنا تحديات حضور سعد بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من راهية وهجن السيلية من تتقدم مع المركز الرابع من خلال تواجد راهية في هذا المسار. المركز الخامس وصول وقدوم في هذا الانطلاق من حضور منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، يتقدم مع المركز الخامس من خلال تواجد حضور مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل والرائع. لكن نعود مشاهدينا الكرام، نعود مع البداية وصدارة هذا الشوط. المركز الأول شعار الجريان ويقدم لنا تحديات انتفاضة مع المركز الأول، ويأتي المغامر سعيد بن بطل الزعبي من يتابع هذا الشعار في هذا الانطلاق المميز والجميل، كما قدم لنا متعبة في الأشواط الماضية يحضر هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاسم ويقدم لنا تحديات هذا الشعار مع المركز الأول. ولكن حصل تغيير، الشعار السيلاوي يغير في هذه اللحظات مع راهية هجن السيلية تتقدم في هذا المسار المميز والجميل والرائع، بينما أتابع المركز الثالث. أتابع التقدم والوصول للشاهينية، راشد بن حمد بن جار الله المري يحضر بتحدياته المميزة، شعار تميز في هذا المهرجان وقدم للأسماء العديدة ليكون أيضا حاضرا في هذا الانطلاق مع سن الكبار. أهالي أيضا دولة الكويت الشقيقة ميدان الشهيد يحضرون في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. أتابع المركز الرابع، شعار بن عنزان يقدم لنا تحديات المميزة مع حضور سعد بن عزاب خاتم آل عنزان النعيمي، يأتي مع المركز الرابع في هذا الانطلاق المميز والجميل. المركز الخامس وصول وقدوم من شيمة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، مرحبا بشعار الهديفي الذي يتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل ويقدم لنا شيمة مع المركز الخامس في هذا المسار. هكذا هي الخمسة الأسماء مشاهدينا الكرام، الأولى المتقدمة في هذا المسار، شعارات قوية، أسماء أيضا عديدة تشارك في هذا الشوط، شعارات عملاقة في هذا الانطلاق المميز تحضر وتقدم لنا الأسماء المميزة الحاضرة في هذا المسار المميز. والثمانية كيلومترات مسافة طويلة في هذا الانطلاق المميز والجميل، تحمل لنا المنافسة الكبيرة من بين هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة بانطلاقتها الرائعة والجميلة. يا سلام، لكن نعود مع البداية، نعود مع هجن السيلية التي تقدم لنا انطلاقة راهية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط لتكون قائدة في هذا المسار المميز والجميل، قائدة لهذه الأسماء الحاضرة بتحدياتها الرائعة والجميلة هناك مع المركز الأول. نتابع المركز الثاني، انتفاضة وشعار الجريان يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثاني في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. المركز الثالث قدوم ووصول من الشاهينية، راشد بن حمد بن جهر الله المري مع المركز الثالث. المركز الرابع ممثل أهالي معيذر الدايم يتقدم في هذا المسار المميز ويقدم لنا
هاشيمة، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم من شعار بن عنزان الشعار البرشلوني، يقدم لنا تحديات حضور سعد بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز، ولكن أسماء خلف الخمسة المراكز الأولى. مخرجنا عطر لقطة هناك مع الأسماء الحاضرة في هذا الانطلاق خلف الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز. شكرا على هذه اللقطات المميزة من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية كما تشاهدون في الكادر السفلي من قناة الريان. الأسماء الحاضرة في هذا الانطلاق الرائع التي لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هجن السهلية من تقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل من خلال تواجد راهية هناك مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الشعار السيلاوي يقدم لنا هذا الاسم ليكون قائدا في هذا المسار المميز والجميل. وتابع المركز الثاني انتفاضة مع المركز الثاني، من تتقدم في هذا المسار بشعار الجريان خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصلت رحية لهجن السيلية لتعزز تواجد راهية هناك مع المركز الأول. تتقدم رحية في هذا المسار المميز بشعار هجن السيلية مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من نشيم حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. والمركز الخامس وصل شعار صايد الرموز، يقدم لنا انطلاقة حضور منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا الانطلاق الرائع والجميل الحاضرة بتحدياتها المميزة والجميلة والرائعة. الله يا هذه الأسماء الحاضرة في هذا الانطلاق، أسماء كبيرة، شعارات متميزة صالت وجالت في عالم تحديات ومنافسات سباقات الهجن العربية الأصيلة. تحضر هذه الشعارات لتكون أيضا لتبرز التواجد هنا في هذا المسار وفي هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. الجميع يطمع بانتزاع نقطة في هذا المهرجان الغالي. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول اللي غيرت وانتقلت انتقالة مباشرة هناك مع البداية. أرحية لهجن السيلية، تتقدم الجموع في هذا المسار. سيطرة سيلاوية مع المركز الأول والمركز الثاني. مؤسسة هجن السيلية تقدم لنا هذا الأسماء المميزة والرائعة في هذا العالم الساحر. إذن أرحية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما أتابع الملاحقة من راهية مع المركز الثاني تتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميع، وأيضا بشعار هجن السيلية مع ثاني التحديات. المركز الثالث انتفاضة، شعار الجريان، شعار خطير في هذا الانطلاق المميز والجميل، وأيضا أحد المضمرين العمالقة هنا المغامر سعيد بن بطي الزعبي من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع تواجد انتفاضة مع المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم شعار صايد الرموز، يقدم لنا حضور منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم شعار الهديفي مع تواجد شيمة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا المسار المميز والجميل والرائع. الله، ولكن البداية، البداية مع رحية، رحية مع المركز الأول. وإن سألنا على الموقع كيلو وين متر ما تفصلنا عن ناموس هذا الشوط يا سلام. وتابع البداية مع المركز الأول، رحية لا تزال هي سيدة الموقف في هذا المسار المميز والجميل الحاضرة بتحدياتها المميزة هناك مع المركز الأول ومع بداية هذا الشوط. رحية لهجن السيلية، بينما راهية أيضا لهجن السيلية مع المركز الأول والمركز الثاني. سيطرة سيلاوية مع المركز الأول والثاني في هذا الانطلاق المميز والجميل، ولكن أيضا يصل شعار الجريان يقدم الانتفاضة مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع شعار الخيارين مع هنا حضور منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. والمركز الخامس مرحبا، يصل شعار البرنس يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع النشمية محمد بن طالب بن عقيل. يصل البرنس بتحدياته المميزة والجميلة ويقدم لنا شعاره، ووصل شعار ملك السيوف أيضا يتقدم في هذا المسار مع انطلاقة تشاوس ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. يصل شعار الأنيق بتحدياته المميزة والجميلة في هذا
الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام، لكن عودة مع الصدارة، العودة مع المركز الأول، مع البداية أرحية مع الصدارة. من تتقدم في هذا المسار المميز والجميل؟ من تطمع أيضا بانتزاع نقطة هذا الشوط مع المركز الأول؟ أرحية لهجن السيلية مع البداية، بينما تابع راهية أيضا لهجن السيلية تعزز تواجد أرحية مع المركز الأول في هذا الانطلاق المميز والجميل. المركز الثالث انتفاضة مع المركز الثالث. من تتقدم في هذا الانطلاق المميز؟ خليفة بن حمد بن خليفة العطية، بينما تابع الوصول من النشمية شعار البرنس يتقدم شيئا فشيئا في هذا المسار. يقدم لنا أيضا انطلاقة النشمية محمد بن طالب بن عقيل، وتابع المركز الخامس شعار الخيارين. من يتقدم في هذا المسار؟ لكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول، أرحية أرحية مع الصدارة. أجواء الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، أرحية مع البداية، راهية مع المركز الثاني لهجن السيلية. شعار البرنس حاضر بتحديات مع المركز الثالث. يقدم لنا النشمية، تحركت هناك حضور محمد بن منصور آل سيف الخيارين، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. والمركز الخامس تتقدم هناك انتفاضة أيضا بشعار الجريان، لكن البداية والمركز الأول أرحية أرحية. النشمية حضور، الله يا سلام، غيرت النشمية، غيرت النشمية مع شعار بن عقيل. شعار بن عقيل يقدم لنا النشمية، ولكن الله، انتفاضة تحركت من ميمنة الميدان في هذا المسار وتقدمت حضور بشعار الخيارين، ولكن النشمية بن عقيل، بن عقيل مع البداية. سلام لبرن، سلام سلام النشمية، سلام على هذا الأداء المميز والجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، واسعد الله صباحكم على هذا الناموس وهذا الانتصار. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت حضور لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. والمركز الثالث، المركز الثالث انتفاضة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الرابع، المركز الرابع أرحية لهجن السيلية. المركز الخامس، المركز الخامس راهية لهجن السيلية. هكذا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شعار البرنس كعادة هذا الشعار الكبير الذي يقدم لنا الأسماء والنوعيات المميزة في هذا العالم الساحر. تهانين والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل على هذا الفوز وهذا الانتصار. ها هي النشمية تقدم لنا هذا العرض المميز والجميل. توقيتها الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 13 دقيقة وثانية و43 جزء من الثانية. تهانين والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني حضرت حضور مع ثاني التحديات، وتوقيتها الزمني 13 دقيقة وثانيتين و29 جزءا من الثانية. تهانين والناموس لمنصور محمد بن منصور آل سيف الخيارين، والتهاني أيضا لغانم بن منصور آل سيف من قاد حضور مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت انتفاضة أيضا مع المركز الثالث، وتوقيتها الزمني 13 دقيقة وثانيتين و37 جزء من الثانية. تهانين والناموس الخليفة بن حمد بن خليفة العطية، والتهاني للمغامر سعيد.